بس دقيقتين تكلم كلام عام حتى اضبط الكاميرا. خذ راحتك يلا. لسه ما فتحت، شفت حاجه من هنا يا شيخ؟ ايوه يكمل الشيخ مضعوف. طيب ان شاء الله نحن سنبدا الان احتراما للوقت ومعنا الدكتور. بسم الله نواصل باذن الله عز وجل حتى بعد حضور المغرب. على اي ساعه؟ لا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك في مسجد الهدى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير. وضيفنا هذا الوجه المألوف والإنسان الطيب الكريم المعروف الأستاذ الدكتور محمد موسى الشريف. زار ألمانيا كثيرا طبعا، وزيارته لنا في المسجد هي الثانية. المرة الأولى كنا في الشغل والعمل، والآن بعد أن أصبح المسجد مسجدا. كيف ترى؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. والأستاذ الدكتور محمد موسى الشريف هو غني عن التعريف، أستاذ التاريخ الإسلامي ومتابعة الحركات الإسلامية قديما وحديثا، وصاحب صولات وجولات في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. جل صالح في أرجاء المعروف، ما أحسب أن بلدا لم يشرف بزيارته إلى الآن. استغفر الله. قد جاءنا ضيفا من المملكة العربية السعودية، أسأل الله عز وجل أن يبارك وقته وعلمه وجهده وجهاده، وأن يتقبل منه يا رب العالمين. والمجال مفتوح لفضيلته فليتفضل، جزاه الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بتجديد العهد مع هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، وقد جئته وما زال يعد ليكون على هذه الحلة الجميلة والبهاء والرونق الجليل. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. وجددت العهد أيضا، فضل شيخ، فضل 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 فضل. وجددت كلاهما متاح. لا نجلس معنا، فضل فضل. أنا سندويتش العلماء. حول الله. وجددت العهد بفضيلة الشيخ أحمد هليل جزاه الله عني خيرا، وهو صاحب فضل علي، ولي معه قصص سأذكرها إن شاء الله في وقت آخر. في مثل هذا الوقت من السنة الثالثة لهجرة نبينا العظيم عليه أفضل الصلوات والتسليم،
جرت معركة مهمة جدا في شوال من السنة الثالثة للهجرة، ألا وهي غزوة أحد. هذه الغزوة مليئة بالعبر والعظات، والوقت لا يسعف والزمن يجري، لكني سأذكر شيئا وأكمله إن شاء الله تعالى غدا في الكلمة الأخرى شيئا آخر. هذه الغزوة ذكرت في 50 آية من كتاب الله جل جلاله، وعني بها المؤرخون وعني بها الكاتبون لفقه السيرة لما فيها من غنى وغناء في باب العبر والعظات، مليئة وجليلة. وسببها كما هو معلوم أن المشركين أرادوا أن يثأروا لهزيمتهم في بدر من السنة الثانية من الهجرة، فاجتمعوا وكان منهم قرابة 3000 عصبوها تلك 3000 من قريش، ومعهم الأحابيش يعني متفرقون من القبائل الأخرى، وقدموا المدينة. لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجيئهم استشار أصحابه، وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الاستشارة، ومن سعادة المرء أيها الإخوة الاستشارة، وأن لا يستبد برأيه وأن يشرك الآخرين معه، وكما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني أمر الدولة وأمر الجماعة المسلمة، لكن أيضا على مستوى الأفراد ومستوى العوائل والأسر وكذا، من سعادة المرء فعلا أن يستشير وأن لا يستبد بالرأي وأن يكون مع إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير كثيرا، واستشار نساءه في مواقع ومواضع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا عليه بالرأي كما هو معلوم. وقديما قالت العرب: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. استشار أصحابه، فكان من رأي الأشياخ أن يبقوا في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فإذا دخل عليهم المشركون كانوا أعرف بأزقتها ودروبها، ويباغتونهم بالسهام والرماح من الأزقة، والنساء والصبيان في السقوف يرمون عليهم الحجارة، وكان هذا هو رأي الأشياخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يميل إلى هذا الرأي. أما رأي الشباب المتحمس أن يخرجوا، وذلك لأن أكثرهم قد فاته حضور بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ما كان يظن لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم أنهم سيلقون قتالا، إنما خرجوا لتلقي العير. فلما حصل القتال ندم من تخلف عن القتال، وما تخلفوا عن قتال رضي الله عنهم، إنما كما قلت لكم ما كانوا يظنون أن هنالك قتالا سيكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج معه من كان رحله جاهزا ومعدا للسرعة التي كان يريد أن يباغت بها القافلة، فكان الشباب متحمسا للخروج وكانوا الأكثرية. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأيهم، انظروا خالف رأيهم رأيه فأخذ بينا رأي الأكثرية. وفي وقت كانت الدنيا تقاد بحكام أنصاف آلهة لا يستشيرون أحدا بالطبع ويحكمون باسم الله، وهم متصورون بصورة الإله كما هو معلوم في الحضارات المصرية والحضارات الرومانية والحضارات الصينية والهندية والفارسية إلى آخر ما هو معلوم من حضارات آنذاك، فما بالكم به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو المسدد المؤيد يستشير أصحابه على هذا الوجه، بل ينزل على رأيهم ولو خالف رأيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك عبرة، وأي عبرة هي؟ لما خرجوا، خرجوا في 1000 ومشركون في 3000. في أول الخروج عبد الله بن أبي افتعل أمرا وقال: أنا لا ندري أيها الناس على ما نقتل أنفسنا هاهنا،
وكان من رأيه البقاء في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي من أراد الخروج فغضب ورجع، انخزل من الجيش 300 رجع بهم إلى المدينة في وقت حرج جدا. وهكذا دأب أهل النفاق، فإنما دأب أهل النفاق أن يتخلوا عن المسلمين في أشد الأوقات وأحرج الأوقات، أي طبيعتهم. والنفاق لا يظهر أيها الإخوة الكرام إلا في حالات قوة الدولة، في حالات الضعف ليس هناك حاجة للنفاق، لأن النفاق ما ظهر في المدينة إلا عقب بدر، لما أيقن المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمكن وهو في الطريق إلى بناء الدولة فأظهروا النفاق. والمنافقون شديدو الخطورة في المجتمع المسلم، ولذلك الله تبارك وتعالى عد لهم عذابا عظيما، نسأل الله عافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الله أكبر، ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله العافية، إلا الذين تابوا وأصلحوا هذا شيء آخر، لكن انظروا في الدرك الأسفل، أسفل من اليهود ومن النصارى ومن البوذيين والوثنيين، نسأل الله العافية. وهكذا أهل النفاق في كل زمان وفي كل مكان، هم يعدونهم الطابور الخامس، الطابور الخامس للعدو، لأن جرت العادة أن يكون العدو في ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة في 4 طوابير، يعني هذه الترتيب العسكري القديم، فيقول المنافقون الطابور الخامس للعدو الذي هو موجود معك بجسده لكنه مع العدو بآماله وآلامه ورغباته وخداعه ونفاقه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي عصرنا هذا برز أهل النفاق كثيرا واشتدوا على المسلمين، خاصة بعد الربيع العربي الجليل الذي خلصنا الله تعالى به من جماعة من الطغاة في سنة واحدة ما كنا نظن أن نتخلص منهم في سنوات طويلات، وهذا من فضل الله تعالى. وهذا النفاق ظهر وبرز عقب الربيع وعقب اشتداد الصحوة وعظم أحوال المسلمين وتوليهم الحكم في بلاد ومشاركتهم الحكم في بلاد أخرى، وبرزوا قوة جليلة، وظهر أهل النفاق طبعا والشقاق وتكلموا وفتوا في عضدنا وفعلوا بنا الأفاعيل واتصلوا بأعدائنا وقصص طويلة. لكن أقرب مثال وتفاعلنا معه كلنا تفاعلا جليلا وهو ما جرى في بلاد الترك في الأسبوع الفائت، الذي جرى عبرة وأي عبرة، فإن أهل النفاق تجمعوا اجتمعوا وفوقوا سهامهم ورتبوا أمورهم مع الأعداء في داخل تركيا وخارج تركيا، واتفقوا ورتبوا على هدم بنيان الدولة. وهكذا هم، هكذا يفعلون دائما وأبدا، مهمتهم الأولى هي هدم ديار الإسلام وإشاعة الفساد العقدي والسلوكي والخلقي وفساد الأفكار، فساد التصورات وفساد تام. وهذا الذي أرادوه في تركيا شيء عظيم، نسأل الله العافية، ما زال يتجلى كل يوم، المخطط هذا الأثيم كل يوم يظهر عواقبه التي كانت في حكمهم وفي نفاقهم كانت محسومة، ولكن الله تبارك وتعالى خذلهم وأذهب ريحهم في سويعات لا إله إلا الله. كل ما بنوه الله أعلم التخطيط هذه المدة كم من السنين ذهب في سويعات، لكن الشاهد ها هنا عمل أهل النفاق وصلتهم بأعداء الإسلام في داخل البلاد وخارج البلاد التركية، واجتماعهم على هذه الحكومة التي ما عرفنا عنها إلا خيرا وما عرفنا عنها إلا أنها تريد الخير، لكن انظر ماذا صنعوا بها، كيف خانوها في أصعب الأوقات وأشدها، كيف خططوا وكيف فعلوا وكيف اتصلوا بأعداء الملة والدين. وهذا حتى نعلم كيف هؤلاء أهل النفاق يفعلون وكيف يخططون وكيف هو خطرهم في على الدولة الإسلامية. احنا سمعنا طويلا وقرأنا طويلا في كتاب الله تعالى سورة براءة، سورة كاملة تقريبا في المنافقين،
وسميت الفاضحة والمشقشقة التي تشق عن صدورهم، وسميت بأسماء تدل على فضح أهل النفاق. وفي القرآن سورة باسم سورة المنافقون وسورة التوبة، هذه السور خصصت من أجل الحديث في النفاق وأهله. وما ذاك والله أعلم، يعني ما صار ذلك قرآنا خالدا يتلى إلى يوم القيامة من أجل عبد الله بن أبي، ولا من أجل أولئك المنافقين الذين كانوا بضع عشرات أو بضع مئات. لا لا لا، فإن الله تعالى يعلم أن هذه الأمة سيكون لها العز والسلطان، وأن أهل النفاق سيحاولون بكل ما يستطيعون أن يشقوا صفها وأن يفعلوا بها الأفاعيل. لذلك شرح لنا جل جلاله حال أهل النفاق ونفسياتهم وأحوالهم وأوضاعهم وطرائق تفكيرهم وطرائق اعتذارهم إذا اعتذروا وطرائق كلامهم إذا تكلموا على وجه عجيب، على وجه عجيب. وهذا الذي رأيناه في أيامنا، والقرآن سجل خالد يستفاد منه في كل زمان ومكان، صالح لكل المجتمعات ولكل الأوقات. فنقرأ ونستفيد وننزل على أحوالنا اليوم، ونحمد الله كثيرا على أن نجى البلاد التركية بفضله جل جلاله وحده، نجاهم من ذلك المخطط الأثيم الذي كان يرمي إلى تقويض الدولة وإلى تقويض تلك التجربة الناشئة. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عسكر بالمسلمين في المكان المعروف اليوم بجبل أحد، في مكان منه، وقاد الجيش بنفسه الشريفة المنيفة. لم يمكث في المدينة ويرفع يديه وهو مستجاب الدعوة ويودعهم ولا لا، كان على رأسهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن القائد ينبغي أن يكون في مقدمة الصفوف. وبالمناسبة الدولة العثمانية ما ضعفت أيها الإخوة، وضعفت معها الولايات العربية، وقد كانت الدول العربية بحدودها السياسية اليوم كلها تحت سلطان العثمانيين المباشر وغير المباشر، إلا المغرب الأقصى، مراكش يعني في التاريخ يقولون فقط، وإلا كل الدول العربية بحدودها السياسية اليوم كلها داخلة تحت سلطان العثمانيين مباشرة أو غير مباشرة. فلما ضعفت الدولة ضعفت الولايات العربية، واحتلت واحدة تلو الأخرى، أو سار علينا ما سار. السبب سبب مهم لضعف الدولة أن السلاطين العشرة العظام الأوائل من عثمان إلى سليمان كانوا يخرجون مع الجيش ويتقدمون الصفوف، فإذا رآهم الجيش ورأى سلطانه الذي هو الأب الروحي وهو القائد العسكري وهو من هو، فإنهم يتشجعون يبذلون حياتهم ويضحون كثيرا ويجاهدون بقوة. فلما مات سليمان رحمه الله وجاء سليم الأول، سليم الثاني يعني، لما جاء سليم الثاني حصل ما حصل وبقي في القصر وأرسل الجيوش، فلأول مرة تعرف الجيوش طعم الهزيمة لأول مرة، لأن سلطانها ليس معها. بينما انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصفوف وفي معركة فاصلة حاسمة، وكاد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يموت، وحصل له ما حصل لكن في مقدمة الصفوف. هكذا القائد ينبغي أن يكون، تضحية وبذلا وعطاء. وجماعة من الرماة نحو 50 وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تل مقابل لجبل أحد، موجود إلى اليوم. لو زرت المدينة النبوية الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لوجدت التل موجود كما هو، يسمى جبل الرماة. وما هو بجبل اليوم؟ هو تل يعني يمكن سقفه قريب من هذا السقف، ووضع طبعا عوامل التعرية 1400 سنة وكذا، لكنه يظل جبيلا يعني. فوضع الرماة 50 هنالك وأمرهم ألا ينزلوا ولو تخطفتهم الطير للمسلمين، انتصروا أو انهزموا لا يفارقون مكانهم، هذا أمر واضح عسكري واضح. وجعل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعنهم. تأولوا، ما كانوا يريدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم رضي الله عنه،
حاشاه. الصحابة كما قال أستاذ سيد رحمه الله في عنوان لافت معبر، الجيل الذهبي الفريد والذي لم يتكرر في تاريخ البشرية، لم يتكرر ولا نطمع أن يتكرر. انتبهوا، لا يمكن تكرر جيل الصحابة بمجموعه، ما يمكن، لا يمكن. جيل فريد ذهبي لم ولن يوجد، لا، ما كان لنبي هذا العدد الجليل المطيع كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كافأه الله تعالى بأصحابه رضي الله عنهم، وقد كانوا أطوع له من بنانه، وكانوا يسارعون ويضحون ويبذلون أوقاتهم وأموالهم وأوطانهم وحياتهم وأرواحهم طاعة له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يقصدون المخالفة، لكن الرياح جرت وبدأت المعركة وظهر انتصار المسلمين، وبدأوا دلالة على ذلك انتصار يجمعون الغنائم، ما عاد بقي شيء، وولى الكفار هاربين، فالمسألة انتهت يعني. فرأى الرماة أن ينزلوا، ظن منهم أن الأمر انتهى وحتى يشاركوا في جمع الغنائم ليكون لهم نصيب، لأن الغنائم على قسمين، قسم يوزع بعد المعركة مما لم يشارك في سلبه المقاتلون كل بعينه، إنما شاركوا جميعا، وأما ما أخذه المقاتل فهو له، ما أخذه المجاهد من قتله فهو له، هم اللي يشاركوا. فنزل وعبد الله بن جبير يصيح فيهم ويذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أطاعوه. إذن ما كان عصيانهم عن تعمد بل عن تأول، حاشاهم رضي الله عنه. رأى ذلك خالد وهو المحنك الذي لم ينهزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام، رأى نزولهم فانتهز الفرصة والتف حول المسلمين، وصعد ذلك الجبيل وباغت المسلمين، وكان قريبا جدا منهم بالطبع بالنبل والرماح وكذا، فتضعضع الصف. هنا حصل ما حصل، وانقلب الانتصار إلى عقوبة بسبب ما جرى من الرماة، والناظر لذنب الرماة يتعجب، ذنبهم لم يكن عن قصد ولا عن تعمد، إنما هو تأول، تأولوا وعوقبوا ذلك العقاب الكبير الصعب. قتل 70 من خيار المسلمين ومعهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل بهم، فالأمر جليل وصعب على المسلمين، لكن بسبب معصية نشأت عن تأول. فكيف اليوم نحن أيها الإخوة ومعاصينا تصعد إلى الله تعالى وتجأر، وهي الموبقات العظام والكبائر الكبار، من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى فرغانا، مصارف الربوية، المصارف الربوية. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بالله عليكم، يفلح قوم يؤذنهم الله أن يعلمهم بحرب؟ ما يمكن، ما يمكن، سنن إلهية، ما يمكن. أكثر مطارات المسلمين، أكثرية الكافرة تزكم أنفك روائح الخمور إذا نزلت، وهي من الأرض إلى السقف في مطارات المسلمين، وهي أم الخبائث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يرجو النصر قوم هذا شأنهم؟ ما يمكن. طيب، هذا الفواحش، نسأل الله العافية، الزنا، الربا، الخمور، الفساد، الظلم، كيف؟ ويدعو الخطباء على المنابر، ويدعو الخطباء الأئمة في الصلوات، ويدعون بالنصر والتمكين، والنصر لها شروط، إن تنصروا الله ينصركم، قاعدة واضحة أظن جدا جدا، إن تنصروا الله ينصركم، إن شرطية، إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، شرط من شروط النصر. فالقضية مهمة جدا. وفي أحد لما تخلف عليكم السلام
هؤلاء عن الطاعة انظروا ماذا صنع الله بهم، وهم خير أهل الأرض يومئذ، خير أهل الأرض يومئذ، انظروا ماذا صنع الله بهم. فالمسألة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية وسيد البشرية وخليل رب العالمين، كيف سبحان الله جل جلاله لا إله إلا هو لا يجامل أحدا، ولو جامل أحدا لجامل أولياءه وأصفياءه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة وكاد يقتل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، نوع من أسنان المقدمة هذه، وخدش وسقط في حفرة عدله أبو عامر الفاسق الذي كان يدعى بالراهب، وفعلا كاد يقتل في وقت حرج. طيب ومع ذلك، مع ذلك يعاقب المسلمون هذا العقاب، وفيهم أحب خلق الله إلى الله جل جلاله. فماذا نقول نحن إذن؟ فمسألة الطاعة والاستجابة لله ولأمر رسوله هذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، إن أردنا نصرا وإن أردنا تمكينا وإن أردنا وإن أردنا. لذلك أنا أيضا رأيت ما أثلج صدري في الديار التركية من سجود وصلاة في الميادين، والناس يصلي بالآلاف المؤلفة، والابتهال والتكبيرات من المآذن، ونداءات بالجهاد، وهذه أمور ما كان يحلم بها أشد المتفائلين تفاؤلا أن تكون في الديار التركية. سبحان الله العظيم، تلك الديار التي لقينا أهلها الإلحاد ولقينا أهلها الكفر سنوات طويلات، إذا بنا نرى الناس سجدا في الطرقات والميادين والمآذن التي كان يمنع منها الأذان العربي. وفتحتم في الجوجل الأذان باللغة التركية تعجبون، الأذان باللغة التركية كان، فإذا بها تذيع نداءات التكبير وتحث الناس على النزول وحماية الإسلام وحماية المسلمين، شيء عظيم جدا. وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإن الله يحب من عبده إذا نزل به بلاء أو أخذه بعذاب أن يستكين، أن يتضرع، أن يخضع له جل جلاله. فالمنظر الذي رأيناه منظر رائع ومبشر بخير كبير، وما كنا نظن أن الأمور تصير هكذا. ما شاء الله، هي محنة لكن كان في ثناياها منحة. دع عنك مشاعر المسلمين في الوطن العربي والإسلامي والعالم، كل العالم، المسلمون وابتهالاتهم في الليل، يعني الانقلاب المشؤوم ما ظهر إخفاقه إلا في ساعة متأخرة في الليل، والمسلمون ما ناموا وهم يدعون الله تعالى، وكثير منهم يبكي ويتضرع ويدعو ويبتهل ويخضع. هذا هو سر النصر أيها الإخوة، هذا هو سر النصر والتمكين، الانكسار بين يدي الواحد القهار جل جلاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويتذلل وهو في عريشه ويخضع وينكسر حتى يسقط رداؤه عن منكبيه الشريفين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى يلتزمه الصديق الأكبر من خلفه ويقول له: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك، أي خفف شيئا، بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك. يبيت ليلته وهو في حالة من الدعاء والتضرع والانكسار. وكذلك بات كثير من المسلمين في الليلة التي جرى فيها ما جرى على الأتراك، باتوا وهم منكسرون، خاضعون، خاشعون، داعون، مبتهلون. منظر جليل بأم عيوننا رأيناه في بلادنا ونقل إلينا في ديار الإسلام، وهذا شيء رائع يدل على التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في حال الضر وفي حال الشدة، ويدل أيضا على شيء مهم آخر، على اجتماع قلوب المسلمين. وإن كانت السياسة فرقتهم فالإيمان جمعهم، قلوبهم مجتمعة. الأخ يخشى على أخيه ويخاف عليه، وبلده مثل بلده،
وأهل ذلك البلاد مثل أهله. هذه رأيناها، رأيناها بأم عيوننا في بلادنا، وما أظن إليها موجودة في كل بلاد المسلمين. كل بلاد المسلمين لابد أن تكون هكذا، وهذا يدل على أن المسلمين جسد واحد، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والذي رأيناه في المحنة التركية التي انقلبت إلى منحة جليلة يدلل بكل وضوح على هذا المعنى، وأن المسلمين كانت قلوبهم مع الترك، وودوا لو أن أجسادهم كانت مع الترك أيضا. وفي هذا رحمة، وفي هذا عبرة وعظة، وأي عبرة وعظة هي؟ هذا ما تيسر قبل الأذان، والآن وقت الأذان، وجزاكم الله خيرا. نرفع الأذان ونواصل كما تريدون، نأخذ الصلاة ربع ساعة كما تريدون. دخل الوقت هذا الجزء التركي، هذا الجزء التركي، هذا انتهينا منه، يكفي عشان لا نطول على الناس، 20 دقيقة بس عشان لا يطول على الناس الموضوع. طيب انت اختصر، كل ما تكلمت على شيء على طول انا امحيه من هذا الفيديو. خلاص انت تصرف، رتبوا الطريقة سنتجاوز 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جرى في المعركة من بطولات الصحابة رضي الله عنهم لهو شيء عظيم، كيف ضحوا بأنفسهم ذودا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذودا عن هذا الدين الجليل، شيء عظيم. سعد معاذ يحكي رضي الله عنه فيقول: لقيت أنس بن النضر. أنس هو عم أنس بن مالك،
وهو سمي به أنس، سمي باسم عمه يعني. وهو أحد الأبطال الكبار، كل الصحابة أبطال رضي الله عنه. فاته الخروج يوم بدر فتحسر، ماذا قال؟ قال لئن أشهدني الله مشهدا مع الكافرين ليرين الله ما أصنع. الله أكبر، اسمعوا، ليرين الله ما أصنع، هكذا. فلما كان يوم أحد وانهزام طائفة أقبل وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي المشركون. وأقبل فلقيه سعد، سعد أحد أبطال المسلمين كبار، وهو من هو فضلا وقيادة وريادة وقدم إسلام، سعد بن معاذ أحد الكبار. قال إلى أين يا أبا النضر؟ قال الجنة، فإني والله أجد ريحها دون أحد. الله أكبر. وقال شراح الحديث وجد ريحها حقيقة كرامة له في الدنيا. سبحان الله العظيم، لأن ألفاظ الحديث وألفاظ العرب دائما ننزلها على الحقيقة ما لم يصرفها صارف إلى المجاز. فهو هنا أقبل، فماذا يقول سعد وهو البطل العظيم؟ يقول لا والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع أنس، ما استطعت. من إقباله وضرب في تلك الغزوة، وجدوا فيه يعني 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ولم يعرفه أحد من كثرة ما مثل به إلا أخته ببنانه عرفته. ونزل فيه وفي أمثاله قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر، رجال، سماهم رجالا. وانظروا ماذا كان مطلوب من الصحابة، مطلوب منهم هذا مستوى من التضحية والبذل والعطاء. وما مطلوب منا اليوم؟ هل مطلوب منا اليوم نحن نجاهد وكل واحد فينا يذهب يجاهد؟ لا لا لا، مطلوب منا أيسر بكثير، مطلوب منا أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مطلوب منا أن نقدم شرع الله ونذود عنه بما نستطيعه، مطلوب منا أن نلتزم هذا الدين وأن نعض عليه بالنواجذ، مطلوب منا أن نضحي بمعاصينا الحرام وشهواتنا الحرام. هذا هو المطلوب منا، هذا هو المطلوب. بينما كان مطلوب منهم بذل الدماء وبذل الأموال وبذل الأوقات وبذل كل شيء، كل شيء. فانظروا إلى المطلوب منا ولم نحققه، وانظروا إلى المطلوب منهم وقد حققوه على أحسن وجه وأكمل حال، فرضي الله عنهم. ويا حسرة على أحوالنا عندما نقارنها بأحوال أولئك العظام رضي الله عنهم. وهذا سعد بن ربيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا أنصاري مثل سعد ومثل أنس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيوف تحتوش سعد فخاف أن يكون قد يعني استشهد، فأرسل إليه أبي بن كعب، قال انظر ماذا صنع سعد، فإذا وجدته انظر في الأحياء هو أم في الأموات، وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. هذه رسالة. ذهب يبحث أبي حتى وجده في النزع، يعني في الاحتضار في السياق، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. قال أجدني في الأموات، يعني منتهي، وأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وأخبر، هنا انتبهوا، وأخبر قومي الأنصار ألا عذر لهم عند الله إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف ثم فاضت روحه. الله أكبر. حتى نعرف عظم هذا الكلام، الوصية هذه، جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد المعركة بمدة، وقالت له يا رسول الله أنا امرأة سعد الذي قتل معك في أحد. وهذا قتل معك في أحد أسلوب استعطافي، وهي تعرف منزلة سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ترك ابنتين وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال،
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال أعطي بنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وخذ الباقي. الشاهد الشاهد المهم أنه يعرف بمقاييس الجاهلية والقوم حديث عهد بجاهلية أن الأمر أنه إذا أنه ترك بنتين وأن الأحوال ستؤدي إلى أن يؤخذ المال، فما وصى ولا ذكر البنتين ولا ذكر أهله ولا ذكر ماله ولا ذكر شيئا، إنما قال وأخبر قومي الأنصار ألا عذر لهم عند رسول عند الله إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معين تطرف. الله أكبر، وفاضت روحه، ما فكر في بنتيه في أهله في ماله في ذلك الموقف، لكن انظروا كيف صنع الله له وزاد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ماله كما سمعتم. سبحان الله العظيم، يعني هذه الأنفس الجليلة، ما الفرق بيننا وبينها؟ الفرق في ظني والله أعلم هو حسن اليقين وكمال التوكل وجلال الإيمان، هذا هو. نحن تعلقنا بالدنيا تعلقا عجيبا، وهم انظروا كيف كانوا رضي الله عنهم من استهانة بأمر الموت والإقبال على الآخرة وكما هو معلوم. لذلك لما بدأت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه بخٍ بخٍ يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال ما حملك على أن تقول بخٍ بخٍ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. الله أكبر الله أكبر. فكان بيدي تمرات يأكله، تمرات يعني كما كنا الآن. فقال ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، أنا عشت، لئن أنا عشت حتى آكل تمراتي هذه لهي حياة طويلة. ورمى التمرات ودخل واستشهد رضي الله عنه. انظروا كيف. أختم بشيء عجيب بمظهر المحبة، لكن قبل أن أقول هذا نحن أيضا أنا بالمناسبة أريد أن أثني، يعني لأن الأمر حاضر فأعذروني، أريد أن أثني على شجاعة كثير من أبناء الشعب التركي الذين وقفوا أمام الدبابات ورأيناهم وتمددوا أمام جنزير الدبابات، بل تسلقوا الدبابات وأخرجوا العسكر وضربوا مثالا جليلا في البطولة والإقدام والشجاعة والتضحية، تحدثت عنه الدنيا بأسرها. سبحان الله، الإقدام أيها الإخوة والشجاعة، إن كان من نصيحة لي ولكم، ربوا أولادكم على الشجاعة، على الإقدام، على القوة، على الشظف، على البعد عن الترف، كما قال عمر فاروق الملهم المحدث اخشوشنوا وتمعددوا، لأن معد ابن عدنان كان مشهورا بالخشيشان. فالأحوال في هذه الأيام كل أحوال ترف كما تعلمون، فلنأخذ أولادنا بشيء من القوة، بشيء من البعد عن الترف، بشيء من الخشيشان، شيء ولو مرة في الأسبوع ولو مرة في الشهر، فإن لأن هذا الجيل الجديد هو أملنا بعد الله، هو قائدنا إلى بيت المقدس، هو الذي سيصلي بنا إن شاء الله في بيت المقدس. فالمسألة مهمة. أختم بموضوع المحبة العجيبة التي أظهرها الصحابة له صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طلحة رضي الله عنه وكان راميا حسن الرمي، أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي أبو طلحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف أن يعمل هكذا من أجل أن ينظر أين يقع السهم، فقال يا رسول الله لا تشرف، لا يصبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. الله أكبر، هذا كلام لا يقبل مجاملة، هذا كلام فيه الموت، والموت ليس فيه مجاملة، نحري دون نحرك. وكان طلحة ذاك أبو طلحة، كان طلحة أحد العشرة رضي الله عنه، كان طلحة قد وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهام بيده حتى شلت، ولما سقط في حفرة الفاسق وعجز عن أن يخرج برك طلحة وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى قال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي وجب له الجنة رضي الله عنه. وفتية من الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يخلص إليه المشركون قاموا دونه سبعة، استشهدوا واحدا إثر واحد يدفعون عنه صلى الله عليه وسلم
حتى قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، أي الأنصار، في رواية: ما أنصفنا أصحابنا، أي الذين ذهبوا وعلى إثر الصدمة الأولى، صدمة خالد رضي الله عنه، وكان أنا ذاك باقيا على شركه. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، تستقبله امرأة فنعي لها زوجها وأخوها وأبوها، انظروا يعني ثلاثي مهم جدا للمرأة، زوجها وأبوها وأخوها، وعاطف المرأة متعلقة بهؤلاء الثلاثة. فلما نعوا إليها قالت: كيف هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم، المرأة مشهورة بالعاطفة وكذا، لكن أبدا، تجلدت المرأة. قالوا له: هو بخير كما تحبين. قال: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما نظرت إليه قال: كل مصيبة، قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وجلل تطلق على العظيمة وتطلق على الحقيرة الصغيرة، مراد المرأة هنا الصغيرة، يعني هذه ألفاظ من ألفاظ الأضداد، يعني كل مصيبة بعدك صغيرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف نحن نزعم أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسأل أحدا، وسؤال غير وارد طبعا، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيقول لك يعني؟ طبعا، ويا ليتني معه، ويا ليتني أراه، ويا ليت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين زمان يود رجال فيه أن يرونني بأهلهم وأموالهم وأولادهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يضحوا بهذا مقابل أن يروه فقط صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن نراه وأن نجتمع به في جنة الخلد. قلوا آمين يا إخوة. أيوة هذه موضع التأمين هذا، إذا ما أمنتم هنا أين تؤمنون؟ أيوة. فيزعمون المحبة، نحن نزعم المحبة يا أخي، نزعم المحبة الحقيقية، نحن ما عرفناها، لابد أن نفهم. المحبة لها ركنان، المحبة لها ركنان، ركن الطاعة وركن العاطفة، ركن الطاعة وركن العاطفة. لا يمكن أن تكون محبة حقيقية إلا بهذين الركنين. بعض الناس يزعم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، وهذا كلام غير صحيح. فأنا أتبع إرشادات الطبيب، هل أحبه؟ لا. أتبع إرشادات العسكري في الطريق، هل أحبه؟ لا. أتبع إرشادات الرئيس في العمل، أحبه؟ لا. فالاتباع ليس هو المحبة، هو شرط من شروط المحبة لا شك، مقتضى المحبة الطاعة والاتباع لا شك، لكن ليس هو المحبة. وبعض الناس يزعمون أن المحبة هي إظهار العواطف والشوق والبكاء والحنين والحفلات والدفوف والرقص، وبهذا مظهر المحبة، وهذا لا شك أنه مظهر مظاهر المحبة على خلل في بعض صوره، لكن ليس هو المحبة قطعا. المحبة هو أمر بين هذين الاثنين، العاطفة والاتباع، وقد حقق ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكان اتباعهم شيئا عجبا، وكانت عاطفتهم تجاهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كانت شيئا عجبا. عبر عنها أنس رضي الله عنه بقوله: لقد كان أضوأ يوم، يوم أن دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وكان أظلم يوم، يوم أن وريناه التراب بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا كيف ضحى الصحابة بأنفسهم في أحد في مقابل حمايته صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على حياته الشريفة المنيفة. وفي كل أطوارهم كانوا هكذا، كانوا أطوع له من بنانه، يسارعون لتنفيذ أمره، ما أمرهم بأمر إلا وسارعوا، وكانوا من ناحية الشوق والمحبة كانوا شيئا عجبا أيضا. وسواد بن قارب لما تقدم الصف، سواد بن غزية لما تقدم الصف قليلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه مخصر عن عنزة، يعني العصا قصيرة هكذا، طعن فيها ببطنه طعنة خفيفة يعني حتى يعود إلى الخلف. قائد عسكري يرتب الصفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وبنيان يقتضي تساوي. فقال: أوجعتني يا رسول الله فأقدني، يريد القود يعني. قال: دونك فاستقد. قال: فإنك قد كنت طعنتني وبطني مكشوف، فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله. فكشف له عن بطني، فأقبل سواد يحتضن بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلها يبكي. قال: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: قد حضر ما ترى، يعني من المعركة والغزو، والمعركة صعبة صعبة، ما يصبر عليها شجعان الرجال،
رأيت أن يكون آخر العهد بي أن يمس جلدي جلدك. هذه العاطفة، هذه العاطفة. لذلك لما جاء عروة رضي الله عنه إلى المدينة، إلى الحديبية أعني، ليعقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي سهيل، أتى عروة، وعروة كان آنذاك باقيا على شركه رضي الله عنه، والذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريدون بالقريتين مكة والطائف، يريدون بالرجلين الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. ثم أسلم بعد ذلك وقتله قومه فمات شهيدا رضي الله عنه. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعقد صلحا، فرجع إلى قريش مأخوذا مدهوشا، قال: يا قوم، هنا ركنا المحبة رآهما بعينه، قال: يا قوم، والله لقد دخلت على كسرى وقيصر في ملكيهما، ودخلت على النجاشي في ملكه، والله إن رأيت أحدا من الناس يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. كان إذا أمرهم بأمر بادروا لتنفيذ أمره، هنا طاعة، وإذا كلمهم أطرقوا برؤوسهم فكأنما عليها الطير، الأدب. وكان إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، كل يريد قطرات يمسح بها جسده. فلما حلق شعره، أيوة، طبعا معروف أن أعطى نصف شعره، نصف شعره لصحابي نسيت والله من هو الآن، ووزع نصف الباقي. لكن قال: نعم، قال: والله، اسمعوا هذه من العجيبة التي لا تعرفها العرب أبدا، قال: والله ما تنخم نخامة، وقال إن بمعنى ما، يعني إن تنخم نخامة، نخامة تعرفونها، ولا بصق بصاقة إلا وقعت في يد أحدهم، فإذا حصلت في يده أخذها فدلك بها وجهه وجسده. هل تعرف العرب هذا؟ لا، أنا أقول لكم عن معرفة بتاريخ العرب، لا تعرف العرب هذا. العرب أشد الناس شكيمة وأنفة، أشدهم صعوبة، هذه مظاهر لا تعرفها العرب، لكن حبه العاطفة الشديدة طغت عليهم فجعلتهم يصنعون ما صنعوا. ولما كان يمكن للعربي أن يدلك وجهه وجسده ببصاقة أحد ونخامة أحد ولو كان نبيا، ما يمكن. العرب معروف صفاتهم وأحوالهم، لكن العاطفة الشديدة، الحب الجارف، جعلهم يصنعون هذا مع الطاعة والاتباع. لذلك لما أخذ هذا عاصم بن ثابت، أخذ خارج الحرم ليقتل في قضية طويلة ومهم، وأبو سفيان كان أنذاك قائما على شركه رضي الله عنه، فلما جاء ليقتل يضرب عنقه، قام أبو سفيان سأله سؤالا مهما جدا في آخر لحظات الحياة، اسمعوا، لحظات التي لا فيها مجاملة، قال: أنشدك الله، يعني هذا يمين مهم عند العرب، أنشدك الله، أتود أن تكون آمنا في أهلك ومحمد تضرب عنقها هنا عوضا عنك؟ يعني فماذا أجاب؟ الإجابة الرائعة تدل على المحبة العظيمة، قال: والله ما أود أني آمن في أهلي ومحمد تصيبه شوكة. الله أكبر، الله أكبر. فقال أبو سفيان قولته الشهيرة: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ونحن ما علمنا أن أحد من الناس أحب أحدا كما أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبوه بكل مشاعرهم وعواطفهم وقلوبهم، وأطاعوه طاعة كبيرة جدا فرضي الله عنه. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الذي نريد أن نلزم أن نأخذ أنفسنا به، أن ننشئ الأجيال الجديدة عليه، هذا الحب الذي لا تزوير فيه، لا مجاملة فيه. الحب الحقيقي هو الذي ينشئ الدولة الإسلامية الحقيقية، هو الذي ينشئ الحضارة الإسلامية الصحيحة، هو الذي ينقذنا من مشكلاتنا، الحب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فيه الطاعة وفيه الاتباع وفيه العاطفة، فيه الأخذ بمعالي الأمور، فيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه وفيه وفيه. لذلك وأنا قلت قبل أن أبدأ أن غزوة أحد مليئة بالعبر والعظات، وما يمكن في هذه الدقائق أن آتي على ذكر هذه الغزوة المباركة، لكن يعني هذه بعض المنعطفات والمنعرجات والنقاط المهمة في تلك الغزوة، التي أرجو كما أنها كانت
أو صارت قرآنا خالدا يتلى إلى يوم القيامة. فأرجو أن نرجع إليها ونقرأها مليا، فإن ما دونت في كتب السير ولا قرأت قرآنا من أجل تلك المعركة فقط وزمانها ومكانها، لا، الأمر يتعدى ذلك لتبقى صالحة للاتعاظ والاعتبار إلى يوم القيامة. فنقرأها في كتب السير مليا، نتملاها هكذا، نتفهمها، نحاول أن ننزل ما فيها من عبر وعظات رحمكم الله على أنفسنا، على أهلينا، على أولادنا، على من نعول، على من يلوذ بنا. فذلك هو المنهج الصحيح في بناء المسلمين إيمانيا وعقديا وسلوكيا وأخلاقيا. نحاول أن نقرأ أحداث السيرة بتمعن لنستفيد منها في حياتنا. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم ونعتذر إليكم أن أطلنا عليكم ما بين الأذان والإقامة، لكن إن شاء الله أعدكم أن الدكتور أشرف الكاوي سيصلي بنا مختصرا حتى يعرض ما فاتنا من الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وعد ملزم من طرف واحد، في عقود اسمها عقود الإذعان. اللي هي من طرف واحد. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، أكرمك الله. نفع الله بكم. أقم الصلاة. يلا سيدي. Wow.